احنا عارفين قد ايه العلاقه جميله ووطيده، وهي اكتر من علاقه ام ببنتها. زي ما قلنا في صداقه وفي شراكه وشغل وكل حاجه، بس ده ما يمنعش انه زي اي بنت ومامتها في حاجات بتجنن الام من بنتها وفي حاجات بتجنن البنت من مامتها. عادي جدا. نهدي السباع، ايه اللي بيجننك في نودي؟ لما تكون بره تصوير او في اي حته واطلبها على الموبايل وما تردش، ابنك بقى. عندها حق. اتوتر جدا. ما بصور. ما ممكن. هي نفسها قالت بصور يا ماما. لا ماشي، بس يعني ردي عليا. مش يعني كل سيناريوهات الدنيا بتحصل بقى في عينيها. انا بقى خلاص اتخطفت بقى وعايزين فديه فيا والموضوع وصل لحاجات كبيره. طمنيها. ما انا بعمل كده والله، انا بكلمها فوق ال 20 مره. الاسبوع اللي فات فعلا بنكت كده، بطلب الولاد ما بيردوش، فكلنا بقى بكلم اختي في دبي، ما بترديش ليه يا اخويا؟ بيكلمني والله رديت. ماما قال لي دي اكتر حاجه، بس يعملوا اللي انتوا عايزينه، بس اما اطلبكم تردوا، يعني اتاكد انكم موجودين. طب ده والله حد ادنى. طب ايه سهل خالص ده، كويس فيها حاجه دي بصراحه. انت بقى ايه اللي بيضايقك من ماما؟ مالك ده؟ اصلي عرفت. لا والله انا عمري ما بتضايق من ماما، انا بتضايق من ماما بس لما بتبقى ساعات لا حاجات عبيطه يعني. مثلا في البيت تقول مثلا ناهد مره، ناهد الثانيه والثالثه والرابعه، ناهد ناهد ناهد. ايوه بس عايز طيب ثالثه ورابعه يعني. ناهد ناهد. انا جايه يعني ليه نستنى الثالثه ورابعه؟ فاروح لها مثلا انا واخويا، في ايه يا ماما؟ في عايزه البتاع دي. الريموت ده مش شغال. طب ما هو بسيط الموضوع، مش محتاج كل الزعيق ده. بس ان حد سمعها. تاني حاجه برضو لما انا بقى في المطبخ وتقرر انها تخش تحط اضافه، تضيف حاجه في البيت او في المطبخ. ما تقوليش يا نودي ان انت بتطبخي وبتعرفي تطبخي وكده. لا هي المقيمه في المنزل بالحكايه دي. حتى اختها الكبيره بتقعد وهي تعملها. ايوه بس ما تزعلش مني، مش باين عليك خالص. ما يبانش عليا خالص. ما يبانش عليها. بس ما بحبش حد يقف في المطبخ اساسا معايا. لا قولي لي بتطبخي ايه بقى؟ ايه عايزه ايه؟ كل حاجه. كل لا ما انا عايز اعرف والله. انا يعني تخيلت ما فيش علاقه بالمطبخ. يعني ممكن عكاوي. مكرونه بشاميل. مكرونه بتعملها حلو قوي. وايه تاني يا ماما؟ بعمل كل حاجه. عايزه اقول لك حتى لما بنيجي نفطر البيض المقلي بتاعها مميز. لدرجه ان ولا حد فينا بيفكر يحاول. لا انا ولا اختها الكبيره ولا اللي في البيت معانا. لا هي بتحب المطبخ. يعني انت مامتك انا ما بتعرفش تطبخ وانت اللي بتعرفي تطبخ؟ وما تخشش تبدع. مش ما بتعرفش. تقدمي يا بنت تقدمي. هي مش كده بالظبط. ماما برضو يا نودي في ايه؟ انا اسفه. بس لما بقصد بيطلع. لما بقصد. يعني ما بتحبش المطبخ. لا بحبه يعني مخي مش فيه.